الصورة الأولى يعني بالعكس من النار الأولى أبو نفس الشيء طبيعية سيد هاي ماشي مو ماردة ماردة اي مصطفى الأولى اي بس اسأله من اختار الأكل أحب الأكل وأتذوق يعني أعرف بس اسأله من اختار الأكل من اختاره؟ لا لا هو طبيعي أنا صيحت بهذا الموضوع يعني بدي حتى جوارينا دا يسألوه يقولوا له فريد يحب الأكل فأنا طبيعتي إنه أتذوق بالأكل صراحة طه وعندي استعداد مثلا الفجر إنه بس اسأله كم ريوق تتريق؟ شنو يعني آكل قبل له هسه لحد الآن اسأله كم ريوق بس قبل له لاعب طاقة لا اسأله بس تسمن وزن لا هسه ليش ما عنده وزن؟ يعد صاعد 25 كيلو مرة يعني مرة من المرات أنا بقطر يعني ألعب فمعالجة أسترالية قالت لي كابتن إنه لاعب منتخب وإنه جاي طبيب غذائي يا ريت إنه تحكي وياه فجاء يو سبيك إنجليش قلت له ليتل ما أعرف إنجليزي جابوا لي مترجم قال لي إيش تتريق؟ قلت له هنا لو بالأعراب قال لي شنو الفرق؟ قلت له فرق كبير قال لي شنو؟ قلت له أنا بالعراق أكل باجي قال له وهذا باجي بعد خمس دقائق حايرين يشرحوا لي الباجي وبقطر أكل جبن فطبيعي قلت لك سيد إنه أنا أتذوق الأكل وأحب الأكل للأمانة يعني شوفني بأي يعني بأي وقت يعني أبو طيبة أخوي كبير ونجم ولي الشرف يعني بأي وقت ما نحرج منه من عماد من محمد ناصر وأخوه ومحمد يعني بأي دقيقة خابرهم صحيح فأنا أحب الأكل واللي صار بي يمنع الأكل هذا هو